المهاجم الوحيد الحج مالك، ولحظة انطلاق المباراة والكرة الأولى أنصارية سردت تشكيلة الأنصار، تشير للتغييرات يلي حصلت اليوم. مفاجأة تشكيلة وجود أنس أبو صالح كظهير أيمن بغياب حسين عواضة المصاب، وعدم جهوزية نصار نصار الموجود على مقعد البدلاء، مقعد البدلاء يلي اختار المدير الفني السوري نزار محروس أنه يخلي موجود لاعب تعودنا نشوفه أساسي هو حسن شعيتو موني، إضافة إلى وجود حسن بيطار يلي كمان موجود على مقعد البدلاء مثل ما ذكرت. من الناحية النجموية بذكر بتشكيلة عباس حسن بحراسة المرمى، عبد الله عيش القادم من طرابلس بمركز الظهير الأيسر، قاسم الزين وإلى جنبه قلب الدفاع الجديد القادم من الصفا علي السعدي، علي حمام على الجهة اليمنى، إدريس سانيانغ والنجم التونسي مراد الهدلي بخط الوسط، أمامه راح يكون نادر مطر بمركز الوسط الهجومي، فايز شمسين لاعب الاجتماعي السابق وطرابلس عم بيكون موجود على الجهة اليسرى، إضافة إلى إدموش حادي والمهاجم الجديد الغاني عبودو إيساكا اللي عم نشوفه أمامنا على الشاشة. يبدو كان في اصطدام هون ببداية هالمباراة مع معتز بلاش نادي قائد الأنصار يلي كان من المتوقع ينتقل للنجم، لبل وقع عقد حتى انتقاله إلى فريق النجم، لكن اختلطت الأمور من بعدها والأنصار احتفظ بقائده يلي وقع معه على عقد جديد، واليوم عم يكسب فئة نزار محروس بظل المشاكل الدفاعية الكبيرة يلي ظهرت على الأنصاريين بالمباراة أمام الساحل والعهد. وبالتالي اليوم معتز بلاج نادي عم يعود ليأخذ مركزه الطبيعي، مركزه الأساسي بقلب دفاع الأنصار يلي من دون شك بده قلب قوي اليوم بمواجهة النجم ليخرج فائز بهالمباراة. منذكر أنه بالمباراة الافتتاحية بالموسم الماضي كان الفوز من نصيب النجمويين 4-2 و1-0، أيضا النجمويين كانوا عم يكرروا انتصارهم بمرحلة الإياب، وبالتالي عنده الكثير الأنصار اليوم ليردوا للنجمة، وعنده الكثير الأنصار ليقدموا على أرض الملعب ليراضي جمهوره بعد النكستين بالنخبة والسوبر. دقيقتين مروا على بداية المباراة، ريتم بطيء بالبداية وهيدا أمر طبيعي مرحلة جس النبض، وأيضا توقف المباراة أكثر من مرة بصافرة الحكم القبرصي نيكولاس نيوكليوس بالوقت يلي إذا فينا نقول المفرقعات النارية يلي صادرة من مدرجات الفريقين عم تترك غيمة فوق أرضية الملعب. الحكم نيوكليوس عم يستأنف اللاعب برمي التماس أنس أبو صالح، الكرة للأمام، الكرة بتوصل للخلف عند دفاع النجم، مقطوعة سريعة من علي السعدي، أول اختبار جدي لعلي السعدي على صعيد الدوري المحلي بالألوان النجموية. هونسوني سعد كان عم يطالب بخطأ بمواجهة عبد الله عيش، بلشت الاحتكاكات، بلشت الحساسية بين لاعبي الفريقين بشكل مبكر. عبد الله عيش وسوني سعد رح تشوفوا الصراع متجدد باكثر من مره طوال الدقائق 90 في حال طبعا بقي اللاعبين على ارض الملعب للوقت الكامل المباراه. الحاج مالك بحاول يستلم الكره بمضايقه قاسم سليم، بتروح عند ادريس سانيانغ، كره على الجهه اليمنى عند قائد النجمي علي حمام، الانطلاقه النجمويه حاليا علي حمام، علي حمام عم يستلم الكره، علي بيعود للخلف مع السعدي مباشره لعند ادريس سانيانغ، تمريره خاطئه من ادريس سانيانغ، حسن معتوق كانت عم ترتد منه الكره الى رمي التماس، واليوم كل الانظار على المعتوق، كل الاعتماد على المعتوق من ناحيه الانصار، وخصوصا عم بحكي طبعا بالشق الهجومي، الشق يلي في دور للاعب بيقدر يسجل ويقدر يمون ايضا المهاجمين، بغياب حسام اللواتي افضل ممرر للكرات الحاسمه بالموسم الماضي بسبب الاصابه موجود على مقاعد البدلاء، ممكن نشوف حسام اللواتي عم يشارك بوقت حساس وحاسم من المباراه. حسن معتوق عم يتولى مهمه صناعه الالعاب وايضا مهمه محاوله تسجيل مع ايساكا، سريع جدا ممكن في خطا، الحكم عم بيقول ما في اي شيء، كان قريب من الحاله والكره الى خارج ارض الملعب. ايساكا كان عم يطالب بخطا رح تشوفه بالاعاده، ايساكا هون مر والاحتكاك كان موجود مع معتز باللاجنه، دي خطا واضح كان لمصلحه الغاني ابودو ايساكا، يعني بعض الحالات الواضحه بنقدر نحكم عليها، بنقدر نقول لكم نتيجتها مشاهدينا، وهيدا حقكم اكيد تشوفوا الاعاده وتشوفوا طبعا اي شيء بيرتبط بهالمباراه، ودائما ما بيروح عليكم شيء عبر شاشه ام تي في. اليوم هالمباراه القمه منقوله، بكره ايضا عندنا مباراه الاخاء الاهلي عليه والصفا يلي عاده بتكون المواجهة نارية، ويوم الأحد عبر شاشة الام تي في أيضا شباب الساحل وشباب الغزير رح يلتقوا عبر شاشة وان، رح تقدروا تشاهدوا مباراة السلام زغرتا والبرج، يعني أربع مباريات من ستة رح يكونوا ملقونين بنهاية الأسبوع، وطبعا التنين مع التسديدة البعيدة إلى خارج أرض الملعب، التنين بنرجع نحن وياكم للموعد الأسبوعي ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر، و
وجولدن بول يلي رح يكون بجولة على مباريات المرحلة الأولى فارس، المرحلة الأولى يلي الكل بيترقب ليشوف الفرق شو ممكن تقدم بهالموسم. سؤال اليوم، قد ايه الانصار رح يستوعب غياب حسام اللواتي؟ حسام كلنا بنعرف دينامو محرك فريق الانصار بخط الوسط، وغياب موني اللي موجود على مقعد الاحتياط، هيدي امور تكتيكيه غير اصابه اللواتي. بالنسبه لموني امر تكتيكي من الكوتش نزار محروس، بالنسبه للشوط الثاني يمكن من المباراه او بوقت لاحق من المباراه. النجمه باول خمس دقائق عم بفرجينا كره سهله، كره حلوه كثير، عم بيقدر يوصل بسهوله لمنطقه جزاء فريق الانصار. مراد الهفدي بمرر الكره لايساكا، ايساكا داخل منطقه الجزاء. اللاعب التونسي اكثر من رائع، واول تسديده بين الخشبات الثلاثه من ايساكا اللاعب الغاني، يلي عم بيقدر يقرب، عم بيقدر يصمت من الدفاع، عم بيقدر يتخطى الدفاع، سريع كثير هاللاعب. ومراد الهدي يعني من خلال المباريات الوديه لفريق النجمه شفنا لاعب من الطراز العالي كثير، مراد الهدي اللاعب التونسي. لهلا فريق الانصار ما عم بيقدر يظهر من كماشه فريق النجمه باول ست دقائق من بدايه المباراه. الاعتراض ما بينفع لانه الحكام بتعرفوا حكام ابارسا، والحكم القبرصي جاي يأدي دوره، جاي يأدي مباراته ويفل ويرجع على قبرص. لا بيعرف مين النجمة ولا بيعرف مين الأنصار. كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، تسديدة، تسديدة بعد خطأ كان من الشبريكو، وإيساكا للمرة الثانية عم بيهدد مرمى فريق الأنصار بتسديدة قوية كتير. شو هالشعارات الحلوين، لو قدرت تسجل هدف كانت الاحتفالات بتكون اكثر واكثر. هيدي التشتيت الخاطئ، وايساكا فيرست تايم بوليه مع تسديده عاليه كثير عن مرمى الحارس نزيه اسعد. كره حاليا مع فريق النجمه علي حميم لادريسا، يلي جدد عقده النجمه مع ادريسا لموسمين بعد موسم الرائع يلي قدموه. بده ينتبه كثير منيح ابو بكر كمارا، بده ينتبه معتز ايساكا اذا صمت خطر كثير قدام المرمى، لاعب سريع كثير. هو سجل هدف النجمه بكاس النخبه بمواجهه الانصار، وكلنا بنتذكر مع خطا وبطاقه صفراء لازم تكون ببدايه المباراه، بطاقه صفراء محقه كانت لعلي السعدي، علي السعدي يلي كمش الحج مالك بقميصته، واول بطاقه صفراء بالمباراه يا علي. يعني الحكم القبرصي سمعني على السريع، بطاقة الصفرة محقة لا غبار عليها، وما حدا بيقدر يعترض على قرار الحكم. لاحظوا شو عمل علي السعدي، بطاقة صفرة ببداية المباراة سريعة كتير. مباراة بعد ما انطلقت فعليا خلينا نقول من ناحية فريق الأنصار، يلي ناطر أول محاولة لإله، ويمكن تكون هاي المحاولة مع تسديدة خطرة كتير، تسديدة خطرة من المعتوق، بس المعتوق ما صاب المرمى، المعتوق سدد وكانت الكرة قريبة. هل رح يسجل المعتوق بمرمى فريقه السابق؟ هيدا السؤال. المعتوق تقدم، تقدم وسدد كرة على يمين مرمى الحارس عباس حسن، يلي أيضا جدد عقده مع النجمة لموسمين إضافيين. سلامات لعلي السبع حارس مرمى فريق النجمة، يلي كان تعرض للإصابة بمباراة مع المنتخب اللبناني وبالتمرين تحديدا. خطر كثير الحاج مالك، يعني الحاج مالك من هون ايساكا من هونيك، بده ينتبه الدفاع اللبناني لهاللاعبين. شبريكو بيتقدم بيخسر الكره، بتروح لادريسا، ادريسا بيتقدم بمرر لمراد، مراد الهذلي يلي سجل بمرمى الجيش السوري، سجل بمرمى القوه الجويه العراقي. ايساكا على الجهه اليمنى بيتقدم، ايساكا بده مسانده، بده حدا من زملائه يكون موجود حده. ادريسا بمنتصف الملعب، يعني مباراه انصار نجمه هي مباراه اعصاب اكثر ما تكون مباراه فنيات بين الفريقين. ببطوله لبنان للدرجه الثانيه اللي انطلقت اليوم، ثلاث نتائج الحكمه تغلب على انصار حواره 3-2، الأهلي صيدا على الأهلي النبطية 3-1، وتعادل البقاع مع المبرة بنتيجة 2-2. هيدا بالنسبة لنتائج بطولة لبنان للدرجة الثانية. أكثر هداف وهو الهداف التاريخي بدوربي نجمة أنصار هو الكابتن موسى حشيش،
يلي سجل 11 هدف، 4 اهداف بالدوري، هدفين بكاس لبنان، 3 اهداف بكاس النخبه، وهدفين بكاس السوبر من بعد موسى. بيجي علي ناصر الدين صاحب الثمان اهداف. ادريسا بيقرا على الجهه اليمنى بده يمرر. ادريسا ما زالت الكره مع فايز شمسين، فايز شمسين بيلعب الكره اماميه. كمان بدنا نشوف ادمون شحاده بمباراه اليوم وفنيات ادمون شحاده. وعشر دقائق ونص على بدايه المباراه، مباراه فينا نقول تكافئت مع الحج مالك يلي هون رح يجرب يعمل شيء على الجهه اليسرى. الحج مالك بيتقدم بيتقدم وبيلعب كره ضعيفه ضعيفه كثير من دون اي خطوره. يعني بعد بدايه شربت فينا نقول قويه كانت من فريق النجمه. باخر خمس دقائق فريق الانصار رجع اخذ المبادره وبلش يبادل فريق النجمه الهجمات، وهيك المباراه فينا نقول بلشت تنطلق. يعني طبعا فارس ببدايه هيك مباراه مثل ما حكيت مرحله جس النبض بتكون طويله، ولو انه محاولات النجمه كانت اكثر جديه من الانصار ببدايه اللقاء. على كل حال شوط اول ننتظر انه نشوف في اهداف كثيره، منتظر نشوف مباراه على صوره مباراه الموسم الماضي بالمرحلة الأولى بين الفريقين، واللي مثل ما ذكرت انتهت لمصلحة النجمة 4-2. 6 أهداف شفناها بالوقت اللي عبد الله عيش عم يقطع الكرة للأمام. الصراع والسباق دائما على الجهة اليسرى بين إدمون شحادي وأنس أبو صالح يلي بيتمكن من استخلاص الكرة هالمرة، بمرر للأمام لكن تمريرته خاطئة بتروح عند عبد الله عيش، شغل ممتاز عم يعمله ظهير أيسر طرابلس السابع على الجهة اليسرى، من عند نادر مطر، نادر مطر بالوسط لعند مراد لدلي، تفاهم كبير بين اللاعبين. مراد تمريرات جميلة جدا من النجمة، أيضا اللمسة كانت من عبد الله عيش، وسوني سعد عم بيعود الى الخلف لقطع هالكره. رمي التماس رح تكون على الجهه اليسرى لمصلحه النجمه. عبد الله عيش هو عم يتقدم لتنفيذ عبد الله نقول عند ادمون، ايضا مراد تروح لعند ادريسا، ادريسا نيانغ بجرب يسدد انما بعيده، ايضا تسديد ادريسا نيانغ. ما اعتدنا نشوف ادريسا نيانغ بادوار هجوميه، لاعب يلي في يقول عنده شغل كبير بخط وسط النجمة على صعيد استخلاص الكرة واستعادتها، وأيضا على صعيد الاستحواذ، لكن على صعيد تسجيل الأهداف بقى إدريسا دوره غائب. حسن معطوء التمريرة ممتازة للأمام لكن أيضا مقطوعة من دفاع النجمة، صاحي وواعي تماما. إيساكا منتظر كثير من اللاعب الغاني اللي عم يمرر التمريرة جميلة جدا على الجهة اليمنى هون، والانطلاقة بتكون من فايز شمسين. كرة مقطوعة، واللاعبين القادمين من الشمال عم يزيد عددهم على صعيد فريق النجمة. شغل كبير انعمل بسوق الانتقالات من قبل النجمة ومن قبل اللجنة الفنية برئاسة عضو اللجنة الإدارية إبراهيم فنج، وصفقات لافتة جدا أجرتها إدارة النجمة على أبرزها يعني على الصعيد المحلي انتقال نجم السلام صغرتا إدمون شحادي إلى الفريق النبيذي بالوقت يلي حاليا عباس عطوي أونيكا والشباب الدائم مع الرقم 10 منه لعند انس ابو صالح. الحاج مالك لبسه جميله للاونيكا، ايضا لمسه باتجاه حسن معتوق، المعتوق عم يستلم الكره خطير دائما على طرفي الملعب، بيكون المعتوق، المعتوق بحاول يتقدم على قاسم الزين يلي عم يتدخل بطريقه ممتازه على زميله السابق ويقطع الكره، عم تروح الى ركله مرمى. رغبه كبيره بدون شك للمعتوق باول ديربي له بالوان الانصار انه يسجل بمرمى فريق السابق، تماما مثل ما عمل بمباراة كأس النخبة بين الفريقين ضمن دور المجموعتين بوقتها موني المعتوق وسوني هن اللي سجلوا الأهداف الثلاثة للأنصار مقابل هدف سجلوا إيساكا. نادر مطر كرة بتروح عند اونيكا، بيستلم المعتوق، المعتوق عنده مساحة ليهرب، المعتوق 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 بيلعب لعند الحاج مالك، جميلة جدا الحاج مالك، شو ممكن يعمل؟ عم يواكبه على الاستعداد داخل منطقة جزاء، الحاج مالك بيحافظ على كرته، لاعبين على الحاج مالك وعبد الله عيش، بداية نارية من عبد الله عيش، مركز تماما، صاحي تماما لكل شيء عم بصير حوله، هو يلي كان عم يساعد على الاستعداد بالوقت المناسب ويقطع هالكرة قبل ما يتصرف فيها الحاج مالك. من جديد عباس عطوي اونيكا هو حاليا محور اللعب بالنسبة للانصار، ايضا الكرة مقطوعة من امامه لعبد الله طالب، ايساكا عم يعمل شغل كثير كبير، ايضا بعودته للخلف بالوقت يلي سوني سعد عم يستلم الكرة، سوني بيلعب الكرة العرضية مقطوعة برأس علي السعدي، والتسديدة
بقدمه اليسرى لعباس عطوي اونيكا بين يدي عباس حسن، سهله جدا كانت هالكرة بين يدي عباس حسن يلي بيلعبها مباشرة إلى خارج أرض الملعب. الديربي دائما له طعم خاص ودائما هو بطولة بحد ذاتها، بطولة مصغرة بين الأنصار والنجمة، وكل لاعب طبعا بيأمل إنه يسجل اسمه بتاريخ اللقاء الأشهر بكرة القدم اللبنانية من دون شك. بالوقت يلي علي السعدي أيضا عم يقطع الكرة من أمامه للحاج مالك، والتدخل هون موجود من قاسم الزين، ممتاز يا قاسم، لعيب قاسم الزين كيف قطع الكرة بطريقة نظيفة. بالوقت يلي مراد الهدي بيلعب الكرة أمامية، الخطورة ممكن تكون نجموية مع أيضا فايز شمسين يلي بيعكس الكرة الأرضية، والرأسية موجودة وأيضا عم تنقطع المرة من الشبريكو، بتبقى نجموية. النجمة أفضل، النجمة عارف حاله شو عم يعمل على أرض الملعب أكثر من الأنصار بالوقت الحالي، لكن بأي لحظة ممكن نشوف ردة فعل أنصارية، وخصوصا عند ما بيستلم الكرة أونيكا والمعتوق، لأنه عم يعرفوا يلاقوا المساحة وعم يعرفوا يلاقوا زملائهم. هيدا هو المعتوق هالمرة عم يروح، عم يهرب صوني سعد إلى يمينه، عم يطلبها بالفعل بيحصل عليها صوني سعد، منه للمعتوق، تفاهم رائع بين اللاعبين. أيضا المعتوق شوفوا قاسم الزين مثل خياله، وعبد الله عيش دائما حاضر على المساعدة، ومرة جديدة الكترة عم تغلب الشجاعة، وعم يتمكن قلب دفاع النجمة مع عبد الله عيش من إيقاف المعتوق. أمر واضح، أمر صريح، أمر مكتار راح يكون صعب بالنسبة لأنه يشوفوه عند ما بيستلم المعتوق. لاعبين من المفترض يقوموا بعملية التغطية، قلب الدفاع والظهير يلي غالبا عم بيكون عبد الله عيش هون بهالحالة. شوفوا مرة جديدة معتوق كان عم يطالب بخطأ، احتكاك عادي برأيي فارس، بس من دون شك الصراع الكبير يعني مباراة داخل مباراة إذا فينا نقول بالنسبة للنجمويين، وهو مش بس منع الأنصار من التسجيل، أيضا منع حسن معتوق من الوصول إلى الشباك. يعني كمان قاسم الزين بيعرف طريقة لعب المعتوق كتير منيح، وبطاعة صفرة لإدريس سانيانغ على هالخطأ، البطاعة الصفرة الثانية لفريق النجمة بهالمباراة بعد الخطأ يلي ارتكبه إدريس سانيانغ، بعد التاكل يلي بيعتبره الحكم القبرصي نيكولاس إنه تاكل قوي، واعتراض كبير من اللاعبين النجمويين، اعتراض عم بيكون من فريق النجمة على البطاقة الصفراء يلي بده يوجهها الحكم القبرصي، بانتظار الحكم القبرصي ليقدر يعطي إدريس سانيانغ البطاقة الصفراء الثانية بالمباراة بعد علي السعدي. ما بعرف الحكم القبرصي بالنسبة لقراره 100% صحيح، يعني خطأ إدريس كان واضح والتدخل قاسي كتير كتير، والبطاقة الصفراء محقة لإدريس سانيانغ بطاقتين صفر لهلأ، 100% قراره للحكم القبرصي. من علي السعدي للوصول لإدريس سانيانغ من ناحية فريق النجمة والبطاقات الصفر يلي عطيهم، يعني سوبر هاتريك، لاعب وحيد بتاريخ الديربي بتاريخ المواجهة كان هو الحج مالك، سجل 4 أهداف بذهاب موسم 2017-2018 وقت قدر الأنصار يفوز بنتيجة 4-1 أو 5-1، سجل سوبر هاتريك 4 أهداف وقتها الحج مالك. ركلة حرة لصالح فريق الأنصار، عباس عطوي أونيكا على التنفيذ. اليوم فريق الأنصار مع هالكرة الأمامية، عباس حسن بسهولة بيطلع من مرمي بسهولة تامة ليلتقط الكرة، عباس حسن من دون أي خطورة لهلأ فينا نقول على المرميين، يعني صار مارق 19 دقيقة محاولات بس الخطورة منا موجودة، كان نزيه أسعد أو عباس حسن. ذهابا الموسم الماضي قدر نادر مطر يسجل هدفين بمباراة الذهاب وقت ربح فريق النجمة 4-2. فايز شمسين على الجهة اليمنى، فايز شمسين بيتقدم بمرر لمراد، مراد الهذلي اللاعب التونسي، مراد بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بتمر ادي بتسدد ادي، والكرة بتصطدم بالدفاع وبتروح ركلة ركنية. ادي كان عم بيسدد وكان ادي بيقدر يكسر الكرة، المهارات الفردية اللي بيتمتع فيها ادي او ادموش هادي كان بيقدر يتصرف افضل من هيك. هيدي اول مشاركة لادي بديربي الكرة اللبنانية، لاعب السلام صغرتا السابق، ركلة ركنية لفريق النجمة تتنفس داخل منطقة الجزاء وكرة رأسية، ونزيه أسعد بسهولة بيلتقط الكرة وعم يطلب من اللاعبين تقدموا بسرعة بسرعة، بيلعب الكرة عالية بس إدريسا بيقطعها
مراد بمنتصف ملعب. الحكم عم بيترك اللاعب ادفانتج، يعني ادريسا بيرجع الكره لقاسم، قاسم الزين، هيدا الصخره. اذا مهدي خليل هو الجبل، هيدا الصخره، صخر الدفاع فريق النجمه، صخر الدفاع منتخب لبنان. قاسم الزين، عبد الله عيش يلي بلش يتاقلم اكثر واكثر مع فريقه الجديد من بعد ما انتقل من طرابلس. علي السعدي، كرة أمامية، هل رح يلحقها؟ نادر مطر بيلحقها، بيرجع الكرة لعند ايدي ادموش حادي على مشاري بحدود منطقة الجزاء، والخطأ. الحكم بيقول قوم، ما في شيء، ما في خطأ في رمي التماس لصالح فريق الأنصار. في الشمسين كان عم بيطالب بخطأ، الهجمة المرتدة بتروح سريعة للأنصار، بيخسرها عباس عطي أونيكا. هيدا ادريس نيانج بيتقدم، ايدي 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 ايدي، لوين لوين؟ انس عم بيوقف ايدي، ممنوع تقطع، ممنوع تمرق. حسن معتوق اليوم بالنسبه للنجمويه ما لازم يسجل. حسن معتوق منتابع الكره ومنشوف الانصار مع محاولات كره داخل منطقه الجزاء، الحاج مالك بحولها براسه داخل المنطقه، بس ادريس نيانج موجود ليشتت الكره، لا يبعد الكره لتوصل عند معتز. معتز باللهج نادي سريع على الشبريكو، الشبريكو عم بيعتمد فريق الانصار كثير على الجهه اليسرى. لهلا المحاولات بنرجع بنقول ما عم بتكون خطيره ابدا من الفريقين. ايدي بيتقدم، بده حدا معه يقدر يمرر له الكره، ايدي لحاله ما بيقدر يلعب ابدا. ايدي المهارات الفرديه مهمه، بس هيدا فريق الانصار مش اي فريق. بالاعاده مطالبه هون بخطأ كان على فريق الأنصار. أنس أبو صالح بيرجع يقوم لمتابعة مباراة ورمي التماس النجموية اللي رح يمرروا الكرة أكيد مع الروح الرياضية لفريق الأنصار. نص الشوط قطع شربيل، 22 دقيقة بعد باقي، يعني قدم تماما للوقت الأصلي بالنسبة للشوط الأول. المحاولات موجودة بس الخطورة غايبة تماما عن المرميين، يعني زي أسعد وعباس حسن. لهلأ مع الكوتش محمد عبد العظيم، الكوتش المصري الجديد يلي رح نشوفه الموسم مع فريق النجمة، يعني مع كوتش عظيمة بيتوقع جمهور النجمة نتائج عظيمة من دون شك هالموسم. المدرب يلي بحسب ما عم يتردد بأروقة نادي النجمة أعاد الاستقرار إلى الفريق، أعاد تهدئة الأمور إذا فينا نقول، وتنظيم الصفوف وانطلاقة نجموية جديدة مفروض تكون بهالموسم والمنافسة على اللقب. الوقت يلي الانطلاقة الأنصارية حاليا مع شبريكو يلي عم يتقدم بحاول يروح، لكن علي حمام هو يلي عم يوقف حاجز بطريقه. الكرة مقطوعة مرة جديدة، والكرة الأمامية النجمة عم يحاول يعتمد على المرتدات مع نادر مطر، هالمرة معتز أيضا عم يتغلب عليه. بصراحة المباراة بحاجة لهدف، هدف واحد ممكن يغير كثير الأمور، ممكن يخلي الجو أجمل، وبالتالي ممكن يخلي المباراة أيضا أحسن. كرة على الجهة اليسرى مرة جديدة، حسن معتوه عم ينتقل على جهته المفضلة هي الجهة اليسرى رقم 7، بيلعب الكرة الأمامية طويلة لحاج مالك، لازم يعمل الكنترول. حاج مالك حاول يلعبها برأسه مباشرة لعند سوني، مقطوعة من جديد والانطلاقة من ايدي، ايدي عم بيروح الرقم 10 خليفة حسن معتوه بارتداء القميص الرقم 10، هو اللي عم يتقدم عم يسقط لكن عم يقدر يتابع تقدمه على الجهة اليمنى من جديد النجمي هو بالهجوم ادموش حادي منه لعند ادريس نيانج. النجمي انتشاره أفضل بصراحة، لأن بكل مرة عم يستلم فيها حسن معتوق او سوني او الحاج مالك ما عم يلاقوا زميل لهم بشكل سريع ليقدروا يوصلوا الكره ليقدروا يعملوا الخطوره على المنطقه النجمويه. كرمال هيك شوفوا انتشار النجمه عم يقدروا يلاقوا بعضهم لاعبي النجمه بشكل سريع. هيدا طبعا الشغل يحسب لمحمد عبد العظيم عظيمه، ولو انه الكره الاخيره كانت عم تخرج الى رمي التماس، لكن لاحظنا ببدايه المباراه التنظيم على ارض الملعب من قبل لاعبي النجم. بوقت يعني نزار محروس من دون شك ظهره للحيط اليوم، يعني مباراه الديربي بافتتاح الموسم وهو يلي خرج من خساره لقبين اي كاس النخبه والكاس السوبر، وبالتالي مطالب اليوم بالتعويض مع المعتوق عم ينتقل بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى هو وسوني سعد. سوني سعد هو يلي كان استلم الكره الاخيره على الجهه اليمنى ولعبها الى وسط الملعب، ترجع مع انس ابو صالح على الجهه اليمنى. انس أونيكا الرقم 10 حصار الضغط، ايضا عمليه الضغط يلي عم يعملوها لاعبي النجمه عم تكون اكثر من ممتازه. اي كره عم تخرج من قدم لاعب انصاري
الى لاعب زميل عم بيكون مدافع عن النجمة عم يوصل له بالوقت المناسب بالوقت اللي الكرة العرضية مقطوعة مع وصولنا للدقيقة 25-20 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول. التعادل السلبي لا يزال مسيطر مشاهدينا على ديربي النجمة والأنصار بافتتاح دوري ألفا لكرة القدم لموسم 2019-2020، موسم منتظر بالتأكيد بكل الملاعب اللبنانية اللي على أمل أن نشوفها بصورة مثالية، وهو أمر طبعا مستحق للنادي لأي نادي عم يكون موجودين لاعبينه على أرض الملعب بعد الشغل الكبير يلي انعمل طوال فترة الانتقالات، وأيضا لجمهور الفوتبول إن كان يلي عم يتابع بالملعب أو عبر شاشة ام تي في مطرح ما بتقدروا تشوفوا كل المباريات. عم نترافق نحن وياكم للموسم الثالث على التوالي، وراح أكون حاضرين معكم بأهم محطات الموسم بالوقت يلي المقطوع عم بمر بطريقة ممتازة عبد الله عيش عم يتلاعب كان بالرقم 12 بيلعب الكرة عرضية الحاج مالك هون، الحاج مالك هون بالكرة الرأسية والمطالبة ببنالتي، الكرة راحت للكورنر خطيرة جدا اللي عمله المعتوق كان رائع جدا بالكرة الأخيرة، والحاج مالك كان قريب جدا من افتتاح التسجيل بهالمباراة بالإعادة مرة جديدة. كرة المعتوق يا سلام يا معتوق كيف قدر يمر كيف قدر يمر عن عبد الله عيش تلاعب تماما بالرقم 12، والكرة الرأسية هون للحاج مالك لحسن حظ النجمة كانت عم تنقطع كان قريب جدا الحاج مالك، وفي خطأ في فاول على أنس أبو صالح، يعني عبد الله عيش بلش عبكير وعبد الله عيش هو اللي عم يسقط على أرض الملعب بالمواجهة مع أنس أبو صالح، وهون علي السعدي عم يتدخل، الأمور أصبحت نارية على ملعب مدينة كمين شمعون الرياضية. ما حدا حابب يخسر ببداية المشوار، ما حدا حابب يتلقى خسارة بديربي الكبار. هون الاحتكاك بين عبد الله عيش وأنس أبو صالح، عم نشوف مرة جديدة الاحتكاك هون أنس يا أنس، هون اللي عمله أنس هو بالحالة كلها كيف استعمل إيده ليوجه ضربة إلى وجه عبد الله عيش ولهالسبب عم يتلقى الإنذار. رح نرجع نشوفها بالإعادة مرة جديدة بتقدروا تتأكدوا كيف أنس أبو صالح احتك بعبد الله عيش اللي عم تشوفه هون على أرض الملعب مصاب. الأمور واضحة مشاهدينا ما بدها كثير يعني من التفسيرات، صراع كبير بيعكس رغبة اللاعبين اليوم للفوز بالمباراة، وهون اللحظة يلي أنس أبو صالح تعرض فيها لعبد الله عيش، انذار مبرر افتكر ما بتستاهل اكثر من هيك، وبالتالي الفريقين ورغم الانذارات الثلاثه يلي صاروا موزعين بهالمباراه التعادل السلبي لا يزال مسيطر فارس. ومين راح يفتتح التسجيل ومين راح يحسم الديربي؟ الجواب صعب من دون شك، يعني انصار نجمه دائما المباراه صعبه على الفريقين شو ما كانت تشكيله الفريقين، كيف اذا كانوا اليوم فينا نقول نوعا ما مكتملين الصفوف كان النجمه او الانصار. كره من ايدي لخارج الملعب نادر مطر على ارض الملعب تعرض لاصابه، الحكم كان ترك اللعب هون ادفانتج، رامي تميس فريق الانصار راح يرجعها مع سوني سعد لفريق النجمه، محمد عبد العظيم يلي عم بيعطي تعليماته للاعبين واقف بالمكان المخصص له. مراد بهد اليوم بعد ما كثير شفناه لمراد، بس ما بتعرفوا ايمتى بيضرب ضربته مراد الهدلي، لاعب ذكي كثير، والكره ترجع لفريق النجمه، رامي التميس رح تكون لصالح فريق النجمه مع البريسنج يلي عم بيكون من لاعبي فريق الانصار. مباراة صعبة كثير على الفريقين، هيدا جمهور النجم الكبير يلي عم بيتابع فريقه، عم بيشجع فريقه، شوفوا هاللوحة الفنية الرائعة، لوحة لا جوكونت، لوحة الموناليزا، هيدي مرسومة بمدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت، كمان بدي نوه بأرضية الملعب الأكثر من ممتازة، أرضية ممتازة أرض ملعب مدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت، فعلاً تحية للأستاذ رياض الشيخة ولكل القيمين على هالمرفأ الحيوي الرياضي يلي عم بيستقبل العديد من المباريات الأسيوية والعربية والمحلية. فريق الأنصار حاليا ببناء الهجمة، ضغط كبير عم بيكون من لاعبي فريق النجمة مع أنس، وتمريرة سوني غايب تماما عن مباراة اليوم، سوني محاولات عم بتكون للمعتوق
الابرز لهلا من ناحيه فريق الانصار سوني بعد ما شفناه، بس كمان سوني باي لحظه بيقدر يضرب قدام المرمى. حلو كتير من مراد لعلي حميم، علي حميم على الجهه اليمنى لعند فايز شمسين، فايز بيرجع الكره لادريسا، ادريسا بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء لمين من دون تركيز ابدا، بيلعب الكره اماميه بعدها مع اللاعب السنغالي، بيخسرها بياخذ الكره بيبرر ونزيع اسعد عم بيخلص مرمي من الهدف الاول. كم انت كبير يا نزيع، شو كبير بهالكره يا نزيع اسعد، خلص مرمى فريق الانصار من الهدف الاول بالمباراه. هيدي الفرصه الاخطر لهلا من بدايه اللقاء بعد مرور 31 دقيقة، النجمة عم بيخلق الفرصة الأخطر ونزيه أسعد عم بيحمل وش السعد لفريق الأنصار بهالكرة اللي عم بيخلصها وعم بيحرم فريق النجمة من الهدف الأول. النجمة أفضل، نرجع منشوف الخطأ يلي صار هون، ما لازم توقف أبدا، كمل التسديدة ونزيه أسعد هون خلص مرمى فريقه من الهدف الأول بالمباراة. حلو كتير كانت هالكرة نزيه أسعد، يعني استقدامه مش غلط أبدا، ضربة معلم هو وحسن مغنية، مرمى الأنصار بأمان، مرمى الأنصار بسلام، عباس حسن وعلي السبع والتكتوك أيضا وأيضا من ناحية فريق النجمة. نادر مطر بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة رأسية عم بتكون خطرة كتير، النجمة أفضل، النجمة أخطر، النجمة أقرب ليفتتح التسجيل إذا تابع بهالطريقة. علي حمام والكرة الرأسية يلي بيبعدها نزيه أسعد مع العارضة لخارج الملعب، ركلة ركنية جديدة نجموية مع 32 دقيقة على بداية المباراة. جمهور النجمة ناطر افتتاح التسجيل، جمهور الأنصار ناطر فريقه يطلع من هالحذر يلي عنده اياه من بداية المباراة ويكون عم بفرش الصورة الحقيقية لفريق الأنصار. ركلة ركنية بتتنفس داخل منطقة الجزاء ومراد مع الكرة الرأسية. 32 دقيقة شربل، بلشنا نشوف الخطورة مرة أولى ومرة ثانية على مرمى فريق الأنصار ببداية هالمباراة. ونزيه اسعد عم يلعب دور البطوله باكثر من مناسبه، لكن هيدا ايضا اللي توقعناه فارس بالنسبه لقراءتنا لاول 25 دقيقه باللقاء، انه النجمه اقرب، النجمه اخطر، النجمه الافضل انتشارا وعارف شو عم يعمل على ارض الملعب. لكن باي لحظه مثل ما قلت الانصار ممكن يقوم برده فعل تفاجئ الجميع، فريق مليء بالنجوم وبيعرف ايضا انه الفوز هو مطلب بالنسبه له واستراره كبير بالوقت يلي ادموش حادم مرة كره ممتازه لعند ايساكا يلي عم يحاول يمر الادفانتج موجود، لا في خطا لمصلحه ابو دو ايساكا ابن ال 25 سنه انتظروا منه لكثير هالموسم، مهاجم استاد القابسي او الملعب القابسي التونسي، لعب ايضا مع حمامات الانف بتونس، مهاجم واعد جدا كان بالمواجهه الافريقيه مع الغيني ابو بكر كامارا يلي بيعرف الملاعب اللبنانيه وبيعرف فريق الانصار وبيعرف المتطلبات على ارض الملعب بعد عودته الى الانصار بمغامره جديده. ايضا الزملاء الاعلاميين المتواجدين لمتابعه اللقاء، الكل بيحضر نجم انصار بعيدا من الاهواء، بعيدا من اي حسابات او امور، الكل بحب يحضر نجم انصار، هيدا امر واضح، هيدا امر صريح، هيدا امر تعودنا عليه بكره القدم اللبنانيه. مع ربي التماس علي حمام منه لعند اندريسان يونغ، كاسحه الالغام النجمويه مسيطر بعرض الملعب بشكل كتير كبير اليوم، والفضل الاول والاخير له بالاستحواذ يلي ممكن يخلي النجم يتقدم بهالشوط المتبقي منه حوالي 11 دقيقة. أنس أبو صالح بيلعب الكرة باتجاهه للحاج مالك، اليوم علي السعدي وقاسم الزين قاطعين الهواء والماي عن الحاج مالك بصراحة، هداف دوري ألفا بالموسم الماضي ب 19 هدف، ما عم يقدر ياخذ نفس، كل الكرات العالية عم يخسرها بمواجهة القاسم والسعدي بطبيعة الحال. يعني يلي في يقولوا ومن خلال المباريات يلي تابعناها بالفترة الأخيرة، الحاج مالك منه الحاج مالك يلي بنعرفه، ملك منطقة الجزاء
بينتظر انه يستعيد بهالمباراه سحره الكبير، وهو اللاعب الوحيد على صعيد مباريات الديربي يلي قدر يسجل رباعيه. كان بذهاب موسم 2017-2018 وبوقتها قدر يفوز الأنصار 5-1، 4 أهداف كانوا للحج مالك، اللاعب الوحيد إذن يلي قدر يسجل رباعية بتاريخ لقاءات الديربي. وأيضا المباراة يلي بوقتها تبعناها عبر شاشة ام تي في بوقتها نادر بطر حاليا عم بحاول يتقدم، نادر 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 بيلعب الكرة على الجهة اليمنى عند علي حمام، علي حمام بعود للخلف لعند مراد، مراد مراد أيضا بحاول يمر مقطوع الكرة، النجم بالضغط مع إيساكا خطير جدا، إيساكا بيلعب الكرة على الجهة اليسرى، فايز شمسين الكنترول لاعب صحم العماني السابق هو يلي بيلعب الكرة العرضية، ونزيه أسعد عم يخرج بتوقيت ممتاز وعم يقطعها ممتاز جدا، نسيه أسعد شوفه سريعا عم يحاول يطلق هالهجمة، إذا كان أكثر من لاعب شمالي عم يصير مع فريق النجمي نزيه أسعد أحد أبرز حراس الموسم الماضي وحارس طرابلس السابق هو يلي عم يدافع اليوم عن العرين الأنصاري حسب مغنية موجود على مقاعد البدلاء مع أونيكا، الكرة للأمام النجمي عم يحاول أو الأنصار عم يحاول يستغل المساحات الفارغة مع المعتوق يلي عم يتقدم، معتوق بحاول يروح لحاله بيلعب لعند الحاج مالك، يا حاج مالك قلتلكن قلتلكن منو الحاج مالك يلي بنعرفه، أنت منك مصدق وأنا أيضا ماني مصدق وكل المشاهدين والمتابعين بالملعب منو مصدقين انه هداف الدوري بالموسمين الاخيرين ممكن يسدد هيك كره عاليه جدا وسيئه عن المرمى بعد المجهود الكبير يلي عمله حسن معتوق. عم يحاول المعتوق بصراحه يكون على الجهه اليمنى او اليسرى او خلف الحاج مالك، وين ما في مساحه فارغه عم يروح المعتوق ويكون متواجد بدوره الحر ليقدر يستلم يخلق الخطوره ويقدر طبعا يخلي الحاج مالك يكون بمواجهه المرمى، لكن الحاج مالك لحد هالوقت ما عم بيلاقي حسه التهديف في مرحله الصيام طولت بالنسبة للحاج مالك، فراح يفطر اليوم بمباراة الديربي مباراة العيد الكبير بالنسبة لمحبي كرة القدم اللبنانية مع كرة مقطوعة من مراد بتروح لعند الحاج مالك، الأدفانتج موجود مع سوني السعد لا يزال على أرض الملعب المهاجم السنغالي واللعب عم يتوقف. خطأ إذن لمصلحة الحاج مالك، مين اليوم من المهاجمين الأفريقيين يلي راح يكون له الكلمة الأعلى؟ عبودو إيساكا، وبالدوري الأخير بين الفريقين بكأس النخبة كان عم يسجل هدف أكثر من رائع، بفتكر هو الهدف يلي كان بمثابة جواز السفر لبل تأشيرة الدخول إلى النجمة، وقع من بعدها على عقد مع النادي الشعبي، هذه كرة الحاج مالك بالوقت يلي هون في تسلل وفي صافرة، محمد عبد العظيم عظيمة، وهيدا حسن معتوق الغني عن التعريف، هون حالة التسلل يلي احتسبها الحكم المساعد الأول بابلوس جورجيو، ونزار محروس مهموم، نزار محروس الأمر واضح مش بس بسبب ضغوط الديربي أيضا برأيي بسبب الأداء يلي عم يقدمه فريقه لحد هالوقت بالمباراة، هو بينتظر أكثر من الأنصار وكتار بينتظروا أكثر من الأنصار، علي السعدي بيلعب الكرة الطويلة على الجهة اليسرى، الكنترول ممتاز من فايز شمسين المهاجم اللبناني الدولي أيضا كان له تجربة بالهند وأيضا لعب مع فريق باندوري برومانيا لفترة من الفترات، المعتوق تمويه ممتاز، مراد هو يلي عم يراقب المعتوق بعرض الملعب، عم يروح المعتوق عم ينتظر المساندة، سوني كان بعكسه الكرة انقطعت بتروح لعند ادريسان يانغ، وايضا سقوط من لاعب الوسط السنغالي وخطا لمصلحه ادريسان يانغ، الاعاده مره جديده الشغل الكبير يلي بيعمله كاسحة الالغام بخط الوسط ادريسان يانغ، الوقت يلي عبد الله طالب عم يكسب ثقة نزار محروس مره جديده بالتشكيل الاساسي، لكن هالمره عم بيكون بمركز الوسط المدافع الى جانب عدنان حيدر من بعد ما لعب كقلب دفاع الى جانب ابو بكر كمارا بمباراه الكاس السوبر يلي قدر يحسمها العهد لمصلحته، والعهد راح يكون غائب عن اول مرحلتين بدوري الفا بسبب ارتباطه بنهائي منطقه غرب اسيا بكاس الاتحاد الاسيوي، وكل التمنيات وكل القلوب وكل الامنيات انه العهد يقدر يفوز بهالمباراة ويروح إلى نهاية المسابقة القارية، وليش لا يتوج لبنان بأول لقب آسيوي على هالصعيد، كمارا
بيقطعها الكرة بتروح لعند سوني سعد. دائما سوني عم يرجع بحاول يتلقى الكرات، بحاول يوصلها لعند الحاج مالك، مقطوع الكرة. إدريسان يانغ على الجهة اليمنى، نادر مطر، سقوط نادر مطر وخطأ لمصلحة نادر مطر. وإذا كملت الأمور بنفس الشكل فارس مش مستغرب أبدا أنه يخلص الشوط الأول بالتعادل السلبي. شوط أول فينا نقول كان أفضل من ناحية فريق النجمة، الفرص الأخطر كانت نجموية والنتيجة هي اللي بتحكي بالنهاية. ما زال التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، هو اللي مسيطر على نتيجة المباراة. عبد الله عيش بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، معتز بشتت بيبعد الكرة لخارج الملعب، رمي تماس لفريق النجمة تحت أنظار سوني سعد الغائب كمان عن هالمباراة سوني لهلا، بعد ما شفناه بأي كرة بأي تسديدة بالدقايق الأربعين. حتى تمريرات الأنصار عم بتكون مقطوعة معظم الأحيان. شبريكو انتبه 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 يا شبريكو، ممنوع ممنوع المراوغة على مشارف حدود منطقة الجزاء مع خطأ لصالح فريق الأنصار، خطأ محق هون وقرار الحكم كان صحيح. الفاول الأنصاري بهالوقت يعني عنده كتير اشياء، نزار محروس عنده كتير اشياء، محمد عبد العظيم عظيمه لا يعطوا التعليمات للاعبين بين الشوطين وين اخطا كل واحد، ليش الخطه ما عم تتطبق. الانصار اليوم لازم يكون افضل من هيك، النجمي عم بيدخل اجواء المباراه اكثر، بس برجع بقول انا المهم هو نتيجه المباراه مش الاداء ابدا. كره حلوه كتير انصاريه ما زالت مع الاونيكا، الاونيكا بمرر للمعتوق، دايما المعتوق قد بده يلقط الكره عليه لاعبين. عبد الله عيش بيقطع الكره من قدام المعتوق، ما زالت مع فريق الانصار ما قدر يسيطر عليها ابدا. فايز شمسين بتروح لانس ابو صالح، انس بمرر بهالوقت لعبد الله طالب، فرصه لفريق الانصار وتسديده رائعه، تسديده رائعه. سوني سعد عم برد علي بيقول لي انا هون أنا هون وعم سدد. هاي أول كرة لسوني بهالمباراة، سوني سدد والكرة كانت قريبة من مرمى عباس حسن بس ما شكلت أي خطورة. الفريقين اللي عم يطلعوا للدقايق المتبقية من عمر الشوط الأول، شو رح تكون نتيجة هالشوط؟ هل رح يكون في هدف يحرك الملعب يهز الملعب كان نجماوي او انصاري، او رح يبقى الشوط الاول من دون اهداف؟ خطا الحكم ترك ادفانتج، لقى انه النجمه ما استفاد من الكره، اعطيهم الفاول بمنتصف ملعب مع مراد الهذلي يلي بحرك الكره سريعا لادموش حادي، ادموه معه علي حمام، ادموه عليه بريسنج بيلعب الكره خاطئه، ادموه بمنتصف ملعب بتروح سريعا لا حسن معتوق. يعني لعبة الحج مالك انكشفت بالنسبة لعلي السعدي وبالنسبة لقاسم الزين، معظم الكرات العالية يعني مع اللاعبين الطوال علي السعدي وقاسم الزين اللي بيجيدوا الكرات الرأسية منا سهلة أبدا تقدر تقطع عنهم. فرصة لفريق الأنصار، فرصة لفريق الأنصار ومطالبة بتسلل كان عم بيطالب دفاع فريق النجمة، بس قاسم الزين الصخرة موجود ليقطع الكرة. ما زال الضغط انصاري حاليا، المحاوله انصاريه داخل منطقه الجزاء، الدفاع نجماوي والكره ما زالت مع فريق الانصار. مش لوقت كثير لانه فريق النجمه بينتقل مع هالهجمه المرتده. ادريسا بيتقدم معه معتز، بدك تعمل دبل ايفورت لتقدر توصل لادريسا يا معتز، هيدا لاعب افريقي فش خاطه كبار، بمرر داخل منطقه الجزاء. شو عم بيعمل لحاله نادر مطر؟ وين دفاع فريق الانصار؟ وين دفاع فريق الانصار؟ وخطأ، عم بيكون. يعني الخطأ هو اول شيء انه اللاعبين ما عم بيسددوا من اول مرة. جرب يا فايز، شو بعيد انت، بعيد 9 امتار، سدد من المحاولة الاولى. الكنترول راح طالت الكرة، بس وين دفاع فريق الانصار بهالهجمات المرتدة؟ هجوم النجمة عم بيكون اكثر فاعلية بهالهجمات. شوفوا كم لاعب، عدوا لاعبين فريق الأنصار وعدوا لاعبين فريق النجمة. هيدا إدريسان يانغ بفوت بيتقدم بيرفع الكرة، شو عم بيعمل لحاله نادر مطر؟ نادر مرر لفايز، فايز كمان لحاله. يعني محاولات النجموية بينقصها الفاينل تاتش، اللمسة الأخيرة. ونزيه أسعد
نجح من قطوع كتير مهم. عم نقرب على نهاية الوقت القصي لزمن الشوط الأول، يعني حوالي دقيقتين رح يكون أو دقيقة ماكسيموم الوقت المحتسب بدل عن ضائع. كرة داخل منطقة الجزاء نجماوية نجماوية، الكرة عم يبعدها بيرجع الخطأ موجود. يعني أنا بتصور لازم المدربي الفريقين يطلبوا من اللاعبين خاصة لاعبي الدفاع الموراي وغاي وقفوها، لأنه كان وقع بمشكلة كبيرة فريق الأنصار وأيضا فريق النجمة. هيدي الكرات يلي عم نقولها حلو كتير كانت من سوني سعد، بس هون رجع ارتكب الخطأ على علي حميم، والشوط الأول يلي قرب وشارف على النهاية من دون أهداف 20 ثانية وقال كمان على نهاية هالشوط مع الدقيقة الوحيدة المحتسب بدل عن ضائع. نزار محروس ومحمد عبد العظيم اشياء كتير بده يقولوها للاعبي الفريقين. هل رح نشوف تغيير بالشوط الثاني؟ هل رح نشوف موني عم بيأدي عملية التحمية؟ الأمور كلها عند المدير الفني لفريق الأنصار، وبهالأثناء الحكم عم بيعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي من الفريقين، مع أداء فينا نقول ممتاز عم بيكون لمحات فنية حلوة. حسن معتوق كل التقل عم بيكون على عاتقه بهالشوط الأول، كان عنده عم بيجرب يعمل شيء، عم بيجرب يمرر، عم بيجرب يسدد يراوغ. مع غياب الحج مالك، مع غياب سوني سعد، خليكم معنا بريك إعلاني ومن بعدها بننتقل للاستوديو التحليلي مع زميلنا رشيد نصار والكابتن جمال حجر يعطينا رأيه بهالشوط الأول.